أشاد سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات مشهودة على مدى 25 عاما في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم. طبعا البحرين اليوم يعني تحتفل بمناسبة عظيمة جدا، نعيش أفراحها وإنجازات، وهي مرور 25 عام على تولي مولاي جلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم في هذه المملكة العزيزة. وكم نشيد وكم نعد يعني من الإنجازات اللي توفرت خلال هالفترة العظيمة ذي اللي مرت علينا، وإن شاء الله بإذن الله سنكون مع القائد مع جلالة الملك في الأعوام القادمة للإنجازات اللي ينتظرها الشعب بإذن الله، ومتابعة من قبل سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء. وإن شاء الله بإذن الله يعني السنوات القادمة ترفل مملكتنا العزيزة في ثوب العز والكرامة بقيادة جلالة الملك المعظم بإذن الله.